طيب ما هي استعدادات نادي الترسانة كابتن شاكر عبد الفتاح المدير الفني لنادي الترسانة معانا على التليفون يا كابتن شاكر؟ اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، بحكم طبعا ان حضرتك لاعب ترسانوي سابق انا يسعدني اني بلقبك بالكابتن. الله يعزك يا رب، ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا كابتن شاكر. طيب خليني اسال حضرتك الاول، حزن كبير جدا جدا لمسألة هبوط نادي الترسانة لدوري الدرجة الثالثة، ايه الاسباب؟ والله لا، ده اسباب تراكمية مش بتاعة السنة دي او السنة اللي فاتت. لا، نادي الترسانة للأسف يعني من 2007 او 8 اخر موسمين كان فيهم في الدوري الممتاز كان دايما الترسانة تحتل المركز الاخير، يعني مهدد بالهبوط. ايوه، الناس ما ادركتش الموضوع دوت لحد ما هبط في 2009 وفضلت التغييرات السنويه في الفرقه بدون يعني تخطيط ولا تفكير في المستقبل. انت على الاقل كنت ممكن في خلال سنتين او لو كنت ابقيت على المجموعه اللي كانت موجوده في سنه 2009 كنت ممكن باسرع ما يمكن ترجع تاني، لكن حصل اهمال شديد قوي احنا بنعاني منه دلوقتي. صحيح. فين الترسانه مهند البوشي ومؤمن عبد الغفار وكوندي وكابتن مدحت انور والاسماء الكبيره ديت؟ فين نادي الترسانه اللي طلع حسين شكري وطلع ابو تريكه ومحمود سمير واحمد حسن؟ الاسماء اللي يعني كانت كلها دوافع كبيره جدا لفرق تانية والانديه تانية وساهمت في بطولات لمصر، ايه اللي بيحصل؟ طبعا الكابتن شاذلي بقى طبعا بقى واسمائه طبعا وحضرتك واسماء كتيره جدا والكابتن محمود حسن واسماء كتيره. لو حبينا نعد عايزين لنا شهرين معاك في البرنامج. صحيح صحيح، لان هنقول تاريخ 100 سنه. احنا السنه الجايه هتكتمل المئويه بتاعت نادي الترسانه اللي انشئ سنه 1921. يا دي الحزن، يا دي الحزن. طبعا للاسف الشديد تاريخ كبير قوي في الرياضة المصرية وفي كرة القدم بصفة خاصة وفي رفع الأثقال وفي المصارعة وفي الملاكمة وفي اليد. طبعا التراكم الأخطاء وعدم الاعتناء بالنادي من سنة 2007 و8 لما ابتدى التراجع وترتيبنا نبقى الأخير وبنقعد على الحكرك على الحروق زي ما بيقولوا، كان مؤشر كبير قوي بيقول ان لازم الناس تاخد بالها. للاسف الشديد ما عملوش اي حاجه بحيث ان هم يحافظوا على الترسانه، وفضلت العمليه ما بين كل سنه تخلص يروحوا مغيرين اللعيبه، السنه تخلص يغيروا اللعيبه. واهم شيء في فرق كره القدم الاستقرار الفني. الثبات. صحيح. الاستقرار الفني يعني اللاعبين المدرب مده كافيه عشان تقدر تصنع شيء يليق بقيمة وكيان وتاريخ هذا المكان. صحيح صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك، ما هو الموقف بقى المتعلق بمباراة يوم الأربع؟ وكنت تابعت وقريت امبارح حتى كمان أخبار ليها علاقة بأنه نادي الترسانة بيطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل هذا اللقاء، أفهم من حضرتك إيه السبب وإيه الفكرة ورا ده؟ إحنا طبعا في الجدول الاولاني او قرروا عوده المسابقات بكل درجاتها، قالوا ان مسابقه كاس مصر هتستأنف بعد ما تنتهي جميع المسابقات الرسميه في الدوري بكل درجاتها. أيوه. هتكون قبل بدايه موسم 2021. ففوجئنا من حوالي اسبوع او 10 ايام بالكثير إن لما تأجل مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة أندية أفريقيا فراحوا فوجئنا بجواب بإن المباراة دي هتتلعب اليوم الفلاني. إحنا عندنا لاعبين مباراة أول إمبارح يوم 26. أيوه. ومباراة النادي الأهلي حطها لنا يوم 30. إحنا عندنا مباراة تاني يوم 15 في المجموعة بتاعتنا، مجموعة القاهرة والقناة. مجموعة القاهرة والقناة من يوم 26 لعبوا، محدش هيلعب فيهم غير يوم 5 أكتوبر. فإذا هم قدامهم فسحة كبيرة من الوقت للاستشفاء
للاستعداد لمباراتهم القادمه. احنا ما عندناش هذا الوقت، يعني احنا لعبنا اول امبارح يا دوب امبارح اتمرنا، اللعيبه اللي هي ما لعبتش اطمنا على اللعيبه اللي عندها كدمات عندها اصابات امبارح. النهارده في لعيبه لسه زالت الى حد ما الاصابات فيها مؤثره. اتمرنا طيب القوام الاساسي عند حضرتك كام دلوقتي جاهزين؟ كام واحد جاهزين؟ يعني انا عندي فرقه ممكن تكون جاهزه، بس في ممكن اساسيين ممكن ما يكونوش جاهزين، فعايز نلعب يوم 30 وبعدين العب تاني على طول يوم 5. الفرق التانيه كلها خدت وقتها الكافي وانا ما خدتش وقتي. احنا طبعا بنطلب بس العداله في تكافؤ الفرص. طيب انا هلاعب النادي الاهلي، هلاعب النادي الاهلي النهارده او طيب انقطع الاتصال، نرجع تاني للكابتن شاكر عبد الفتاح نعرف وجهه النظر النهائيه. طيب هو اذا شايف من وجهه نظره ما فيش تكافؤ فرص، وان اتحاد الكوره كان قال له انه الماتشات دي هتتلعب مع نهايه البطوله بطوله الدوري وده ما حصلش فمسبب لهم ضغوط. السؤال اللي هساله اول ما يجي معايا كابتن شاكر عبد الفتاح انه طيب هل هم تقدموا طلب رسمي للاتحاد ولا لا؟ لانه خلاص احنا بنتكلم النهارده بقينا يوم الثلاث، بقينا يوم الثلاث. طيب يا كابتن شاكر. ايوه. طيب هل انتوا بعتوا للاتحاد اتحاد الكوره اخطرتوه قلت لهم ان انتوا بتطلبوا بشكل رسمي تطلبوا تاجيل المباراه ولا لا؟ امبارح على طول اتكلمت مع سياده النائب طارق سعيد رئيس النادي ومشرف على الكوره، والراجل تفضل مشكور قال لي اعملوا الجواب اللي انتوا طالبينه وانا بايدكم يعني في الموضوع، وبعتنا الجواب طبعا للاتحاد. طيب. واعتقد برضو سموحه وزمالك كانوا باعتين جواب. طب اذا حصل وما توافقش هتعملوا ايه؟ هتلعبوا المباراه ولا هتعملوا ايه؟ لا لازم هنلعب طبعا، يعني احنا بنمشي في خطين. لكن احنا بنطلب العداله في تكافؤ الفرص مش اكتر من كده. ملهاش علاقه بان مثلا الاهلي نادي كبير وكل حاجه وهلعب حلعب يعني مثلا مش هيبدلهولي لو تاجل. لكن احنا بنتكلم على ان ليه العجله انك عايز تلعب الماتشين بتاع دور ال 16 دلوقتي في الوقت اللي قلت فيه قبل كده، والاجنده بتاعتك طلعت على هذا الاساس. صحيح. مش مشكله يعني ان ماتش الاهلي والزمالك في بطوله انديه افريقيا اتاجل، افريقيا لها ظروفها. طيب اذا الطلب طلب رسمي وتنتظروا رد الاتحاد المصري على كره القدم من الاتحاد المصري لكره القدم على هذا الطلب، واذا اتوافق عليه بها ونعمه، اذا لم تحصلوا على الموافقه فهتلعبوا اللقاء. على كل كابتن شاكر بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واتمنياتنا ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للشواكيش نادي الترسانه.